جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر لذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716 وتاريخ 17 جماد أول عام 1351 هجري، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من المملكة الحجاز ونشر ملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداء من يوم الخميس 21 جماد الأول 1351 هجري الموافقة لأول من الميزان، والموافقة يوم 23 سبتمبر 1932 ميلادي. حفظ الله بلادنا من كل شر، وكل عام وأنتم بخير، همة حتى القمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد ابن عبد الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، إن حب الوطن نعمة من الله بها تستقر نفوس الساكنين وتطمئن قلوب القاطنين وتتحرك للعمارة والتنمية به همم المواطنين. ونحن في مملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية، وعندما تشرق شمس الأول من الميزان تحل الذكرى الكريمة لليوم الوطني لمملكتنا بما تمثله من مشاعر الحب ومظاهر الاحتفال، ليعبر بها الإنسان عن تقديره لملاحم بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس كيان هذه الأمة المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، والذي استطاع أن يؤسس هذه الدولة ويوحد كلمتها لتكون تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله، تسير وفق منهج محدد ورؤية واضحة وشاملة سار عليها أبناؤه البررة الملوك من بعده.
ليكملوا ما بدأ به المؤسس من مشوار التطور الذي تشهده مملكتنا الحبيبة في كافة المجالات التنموية والخدمية من خلال المشاريع العملاقة والخطط الطموحة والتنمية الشاملة والقفزات النوعية التي شهد بها القاصي والداني، وما رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلا خير شاهد على حرص قادتنا على نمو وازدهار وطننا ورفاهية الشعب السعودي الكريم. الحضور الكرام، إنه يوم تنبض فيه قلوبنا بالفرح، يوم يبعث في النفوس الأمل والقوة والفخر، يوم الاعتزاز بماضي هذا الوطن وللفخر بحاضره الجميل، ويوم نجدد فيه العهد على المضي قدما نحو تحقيق أهدافه السامية. ولعلنا في ميدان التعليم بالمدرسة ونحن نحتفي بهذه المناسبة العزيزة نستشعر أمانة المسؤولية التي تمليها علينا رسالتنا التربوية نحو ناشئة الوطن من أبنائنا الطلاب، في ربطهم بمكونات وطنهم والسعي لصونه والحفاظ على وحدته والذود عنه، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، وتربية عقولهم على معالي الأمور وسمو المقاصد، والسعي بخطى ثابتة لتكون راية هذا الوطن خفاقة في كل محفل، بما يتيح لهم في مستقبل حياتهم المشاركة في بناء نهضته وتقديم مسيرته الحضارية. أيها الحضور الكرام، نقدم أصدق التهاني والتبريكات يرفعها جميع منسوبي وطلاب مدرسة الثغر الابتدائية لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله، ولحكومتنا الرشيدة وكل أبناء الوطن بهذه المناسبة الكريمة حلول ذكرى اليوم الوطني 89، مع خالص الدعاء بأن يحفظ الله لنا وطننا وأن يحفظ له ما يعيشه من كرم الحياة ورغد العيش، وأن يحفظ لنا قيادتنا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية والعطاء وخدمة الدين والوطن والمواطن. وكل عام ووطننا أرض السلام والأمان بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وطننا اللي نرفع رؤوسنا فيه، هذا وطننا اللي نضرب لتحية وحنا قدها، هذا الوطن وهذا الوطن اللي نحارب بكل روحنا، حنا أهلك الوطن. سلامتكم. كل عام ورايتك يا وطني مرفوعة، دمت في عز وكرامة يا وطننا الغالي، الغلا فينا طبيعة ما هي بمصنوعة، يا رب البيت عنا شعبك الأبطالي، المحبة كلمة لأجل الوطن مشروعة، بعد حب الله حبك نعتبره التالي. ما سني الصغير إلا أني أعيمان الوطن، أجد حبه يسري في عروقي، هو المكان الذي مشيت فيه لأول مرة، هو الأمان الذي أنجده، هو سماي التي أعتمي بها. وطني ليس وطنا عاديا، وطني هو مهد الإسلام الأول، فيه ولد محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه أعلن الإسلام كآخر الأديان، عنه كتب أجمل الأشعار، وطني الحبيب سأبقى ابنك البار دائما، سأحبك ما دمت في الروح. حب الوطن ما هو مجرد حكاية أو كلمة قال فيها عذاب أعذب أسلوب، حب الوطن إخلاص مبدأ وغاية، تبصر به العيون وتنبض به القلوب. الله الرحمن الرحيم، سلمت يا موطن الأمجاد والكرم، يا موطني يا رفيع القدر والقيم، سلمت حاما لهذا الدين يا وطنا، سمى به المجد حتى حل في القمة. ونحن في قمة الالتقاء والتكاتف، وفي زحام التألق والتطور، وفي رغد التقدم والمنجزات، أحضرت لكم جوهرة تشع حبا تنبض عطاء، هيا فلنضع أيدينا ولننصت جميعا. أنا مسرور هذا اليوم أن أراكم واجتمعكم، والحمد لله الذي أرانا أبناء بلدنا وبنات بلدنا في كل مجالات التعليم في كل أجزاء الدولة، من مدنية وعسكرية، والحمد لله كلها أبناء بلدنا. ونشكر أخواننا العرب المسلمين اللي درسوا قبل في الماضي، والحمد لله نتيجة اهتمام الدولة منذ عهد الملك عبد العزيز وأبنائه حتى
حتى هذا اليوم والحمد لله التعليم عندنا في تطور كامل. وهناك الآن تذكرون إن في الماضي كان يجي مع خطاب يروح يدور المطوع، المطوع إمام المسجد يقرأ خطاب. الآن الحمد لله ما عندنا واحد أو واحدة إلا تقرأ وتكتب وتتعلم. الجامعات كما تشوفون احنا في كل مكان، في كل منطقة جامعة جامعتين أو ثلاث، المدارس في كل محل، الأبناء بلدنا الحمد لله وأنتم مثال له. من كل منطقة ومن كل جهة من جهات المملكة هذاك الحمد لله تديرون تعليم بلدكم الحمد لله. ونشكر أخواننا العرب أو المسلمين اللي درسوا قبل في الماضي، لكن الحمد لله هذه نيتهم الحمد لله يعني، ونشكر الله عليه أمن واستقرار بلدنا الحمد لله جعل أبناءها يستمرون في خدمتها. إنه الوطن، الوطن هو أجمل قصيدة خطها الشعراء، هو المكان الذي تغادره أقدامنا وتظل فيه قلوبنا، وغرسنا فيه المحبة وحصدنا الانتماء. بحر من الجود أكرمنا بسخاء وجاد علينا بحب، وكان حقا علينا هذا الوفاء. دستورنا آي الكتاب يقودنا نحو العلا بعزيمة وتفاني. وطني ستبقى ساهيا وجداني. I'm not afraid.
الثغراوي.